أكد المكتب المديري ديال الوداد أنه غيتم عقد اجتماع حاسم في الأسبوع اللي جاي باش يتم رسم خريطة للوداد للشطر الثاني من هذا الموسم. نفس المصدر أكد أن الاجتماع غادي يتم فيه مناقشة الجانب التقني والإداري، كذلك ترتيب الوضع الداخلي في الوداد في مرحلة التوقف المغربي، التوقف اللي كيتزامن مع مشاركة المنتخب المغربي في أمم أفريقيا. نفس المصدر قال أنه غيتم مراجعة حصيلة البنزرتي وأدائه مع الوداد، وكذلك الحسم في البرنامج الإعدادي ديال الوداد في الأيام الجاية، والمدينة اللي غيتم فيها التجمع الإعدادي المغلق، بالإضافة لمناقشة بزاف الأمور الأخرى. الإشارة في فوز البنزرتي يشرف على تدريب الوداد بشكل عادي، وأنه ما غادرش الوداد الرياضي كما تقول بعض الإشاعات. البنزرتي كان صرح كما قلنا في الفيديو اللي فاتت وقال أنه يقدر يغادر الوداد الرياضي، ومصادر كثيرة قالت أنه يقدر يتعاقد مع النادي الإفريقي التونسي. قبل كانت ربطاته مصادر بالتعاقد مع الزمالك المصري، إلا أنه أكد أن هذا البلان ما كاينش.